احنا من المستفيدين الحي الصفيح صابقايد، درنا القرعه اليوم، اجراء العمليه في منتهى الروعه. احنا بغينا نحيدوا مات صابقايد، شبعنا من هاد صابقايد 40 سنه وحنا في هاد صابقايد. صافي بارك علينا، كافة من التهميش، صافي سالينا، خصنا نمشيو نشوفوا رزقنا فين كاين. نمشيو لهاد اللي تيقولوا لنا في بوق نادل، حنا ما شايفينش البقعة، ولكن هما قالوا لنا وراونا الخريطة وقالوا لنا راه عندكم، وراونا فين جات البقعة وفين، وسلمونا واحد الأوراق وقالوا لنا سيروا تلتحقوا بالنوطير وخلصوا شي 1,050,000 ريال، وحنا غادي نمشيو نشوفهم واش هادشي حقيقي ولا يكذبوا علينا. الا كذبوا علينا غادي نوريهم في وجه الحقيقي كيف ما كان. هما تيعرفوا، هما ما تيعرفوناش، حنا تنعرفوهم، ولكن حنا السلطه، حنا علاش بغينا نمشيو؟ تيقول لي غادي يجيو غادي يهدموا لنا غادي يقتلونا غادي يديروا، حنا ما بغيناش، حنا بغينا السلم، حنا عايشين في السلم، غادي نمشيو في السلم، ما بغينا لا مشاكل لا حتى حاجه. حنا تنتمناو من هاد الناس ومن جلالة الملك باش يحقق لنا هاد المطالب اللي فيه حنا بغيناهم. حنا بغينا نمشيو من هاد البرارك، صافي كافة من هاد البرارك. وحنا عانينا من هاد صابقايد بزاف، الناس اللي تيقول لك صابقايد الاجرام الاجرام، ولكن راه ما كاينش الاجرام، والله ما كاين الاجرام، واخدين واحد الافكار نتاع صابقايد افكار خاطئه. يعني كاين الناس خرجوا محامين، خرجوا قضاء، قضاء من هاد الحي، ناس اطباء، ناس بزاف خرجوا من هاد صابقايد، ولكن فين ما قالوا تيقولوا صابقايد. كاين الناس تيجيو من انحاء الحلحاء نتاع المدينه، تيجيو لصابقايد تيشفروا تيمشيو، تيكريتيو تيمشيو، ولكن شكون تيقولوا؟ تيقولوا راه ولد صابقايد، تيدخل لهذيك البراكه تيقول لك ولد صابقايد، ولكن ما كاينش هذا الشيء. ولد البرارك، ولد البرارك راه حتى هو انسان، حتى هو خصو يعيش، حتى هو خصو يحقق المطالب نتاعو. واحد عنده 40 سنه و50 سنه ما استافدش، استافد الاب والام نتاعو، والشخص الاخر ما استافدش، خاصو يستافدوا الناس كاملين اللي عايشين في برارك، خاصهم يعيشوا وخاصهم يديروا لهم الحق، الحقوق نتاعهم، المطالب نتاعهم. اي واحد كاين في صابقايد خاصو هذا حق من الحق مشروع، حيت السكن نتاع قال لنا سيدنا كل واحد يستافد في هذا الحي، هذا اللي ما عنده السكن خاصو يستافد، وهذا هاد البرارك هادو خاصهم يمشيو، خاصهم يمشيو يتهناو من هادشي. صافي كافة. واخا كاين هضره كتروج ان كاين بعض الناس اللي هدموا وخذوا شهاده الهدم وقالوا لهم باللي استافدوا ومشاو تما، جاو مالين البقعه قالوا لهم هاد البقعه راه ديجا هما مشريين وديجا ديالنا حنايا. لا كاين واحد النص كاين شارينهم الناس، وكاين واحد النص ما مشريينش، هذوك هما اللي غادي يعطيونا حنايا ان شاء الله، نتمنوا يعطيونا من هذوك البقعه اللي باقين. اما هذوك حنا ماشي مشكل معاهم، هما تيقولوا لنا ما تجيوش هذوك صابقين ما يجيوش عندنا، وحنا عطانا الدوله عطانا حقنا في هذيك الارض، هذيك حتى حنا حقنا مشروع، خاصنا نسكنوا في هذيك الارض. حنا تطلبوا من جلاله الملك باش يعطينا بقعه في هذيك البلاصه وفي هذيك العين المكان باش نسكنوا حتى حنا من المطالب نتاعنا والعيش في المكان. تنتمناو من جلاله الملك باش يعطينا اذن صاغيه، وتنتمناو كلش اللي فيها الخير نتمناو ليه الخير وتبارك الله عليكم. كم كمال العزوزي من ساكنه صاحب القايد، انا مستافد. واش كاين اللي تيقولوا راه كاينه بصح؟ سيروا شوفوا البقعه ديالكم راه كاينين، اللي بغى يشي يشوف يشوف، راه كلشي كاين. مشيت شفت البقعه ديالي انا، كاينه موجوده. لا لا ما شفت حتى شي واحد، انا مشيت ثاني مره دابا كنمشي ما شفت حتى شي حد. البقعه ديالي كاينه، وحنا كنتيقوا في الدوله، واش الدوله غادي لنا ديالنا؟ هدمت انايا، هدمت. نعم؟ خدامين قال لك 3 ايام ولا 4 ايام مشيت تقول خلصت النوطير، قال لك غتخرج الملكيه، غتخرج الملكيه يعطيك البلان ممكن تبني ديك الساعه في البلاصه. ممكن دير اللي بغيتي، ما تولي الملكيه بسميتك، ممكن دير اللي بغيتي. لا ما كاينش هادشي ديال عامين، هادشي ما كاينش، هادشي لحد الان باقي ما شفنا والو. قال لك الملكيه تولي عندك الملكيه، غتمشي كلشي مستهني، غتمشي عند القائد ديال بوق نادر غيعطيك الرخصه، غتبدا تبني.